السادة الأعضاء، عقدت لجنة الصناعة والطاقة عدة اجتماعات لمناقشة موضوع الصناعات الصغيرة ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الاقتصادية العالمية، وأعدت تقريرا وزع على حضراتكم. والآن ليتفضل السيد الأستاذ محمد أبو العنين رئيس لجنة الصناعة والطاقة ومقررها بعرض موجز للتقرير. شكرا سيادة الرئيس. سادة الزملاء، لا شك أن تداعيات الأزمة المالية العالمية تأثرت بها كافة دول العالم، ولا شك أن التطور الطبيعي للأزمة من مالية إلى اقتصادية إلى اجتماعية إلى إنسانية قد اتخذ صورا خطيرة في بعض الدول وصورا أقل في دول أخرى. ولا شك أن احتكاك الدول بالعالم الخارجي واعتمادها تماما في اقتصادياتها في عمليات التصدير للعالم الخارجي كانت الدول أكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية عن الدول التي تعتمد في مكوناتها على السوق المحلي وتعتمد بشكل كبير على استخدامها لقواها من أجل الاستهلاك المحلي في صناعاتها الصغيرة. اليوم نحن نتحدث عن أخطر وأهم قاطرة لقاطرة التنمية، الصناعات الصغيرة في مصر بكل ما تحويه هذه الكلمة في المشروعات التي تزيد رأس مالها عن 50,000 جنيه وتقل عن 1,000,000 جنيه. هو ده المسمى الطبيعي في القانون للمشروعات الصغيرة. هناك مشروعات متناهية الصغر وهي المشروعات التي يقل رأس مالها عن 50,000 جنيه. في إطار الأزمة المالية العالمية وفي إطار ما تم من دراسات قمنا به في لجنة الصناعة وقمنا به أيضا مع البرلمان الأوروبي المتوسطي، وعقدت لجنة خاصة في الجمعية العامة شرفها الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في بروكسل، وتمت مناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية على كل دول العالم بما فيها شمال وجنوب المتوسط. الصناعات الصغيرة بوجه خاص هي الصناعات التي يتم إنتاجها وتصريفها في الداخل، وهي الصناعات التي يمكن من خلالها توليد فرص عمل كثيرة، وتعتمد على المدخلات الداخلية في البلاد، وتعتمد على استثمارات قليلة، وبالتالي انتشار هذه الاستثمارات في كل الربوع مصر وفي كل أماكن فيها هو الأقرب لأن يتنامى وهو الأقرب للرعاية، بداية لأنها تمثل كثافة كبيرة تعتمد على الأعمال الخاصة برأس المال الصغير وتوطنه في صناعات متخصصة في محافظات مصر كلها. أثر هذه الأزمة كما تعلمون له آثار اجتماعية نعظم فيها كل انفاقات الدولة الماضية لأن نستغل فيها إمكانات التعليم التي تمت والمبالغ الطائلة التي تمت في برامج التعليم المختلفة لنكون منها قوة بشرية منتجة ليست عبئاً على المجتمع ولكنها تساهم في عمليات التشغيل والقضاء على البطالة وتدرع المجتمع من مشاكل الأمنية المختلفة الناتجة عن البطالة وتساهم في رفع تنافسية الاقتصاد القومي وتحقيق عدالة التنمية بين المحافظات مع التخصص الإنتاجي والتكامل مع الصناعات بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتوجه المدخرات الحقيقية إلى استثمارات منتجة. اللجنة درست هذا الموضوع بالكامل وقدرت ترصد منه الواقع الحقيقي وقدرت تفكر في طموحات المستقبل ليس فقط لتداعيات الأزمة المالية العالمية ولكن أيضا لما بعد الأزمة. الدراسة التي مع حضراتكم اليوم هي تبع أقسام مختلفة. القسم الأول بيتحدث على أهمية الصناعات الصغيرة ودورها في تدعيم التنمية الصناعية. القسم الثاني بيتحدث عن واقع وآفاق الصناعات الصغيرة في الاقتصاد المصري. والقسم الثالث بيتحدث عن التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة في مصر. والقسم الرابع بيتحدث عن أثر الأزمة المالية الاقتصادية العالمية على الصناعات الصغيرة. والخامس بيتحدث عن أثر الأزمة المالية
المالية والاقتصادية العالمية على الصناعات الصغيرة في مصر، ودور الصندوق الاجتماعي ووزارة التجارة والصناعة في مواجهة هذه الأزمة، ثم تعرضنا إلى رأي اللجنة وتوصيات اللجنة. واقع الاقتصاد، واقع الصناعات الصغيرة في مصر من واقع الإحصاءات اللي صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، الصناعات الصغيرة بتشكل 99% من القطاع الخاص غير الزراعي، وتمثل 95% من حجم المشروعات الصغيرة في مصر، توفر 75% من فرص العمل بخلاف القطاع الزراعي، يوجد ما لا يقل عن 2.6 مليون مشروع متناهي الصغر، تساهم بما لا يقل عن 80% من الناتج المحلي الإجمالي، تمثل المنشآت الصغيرة حوالي 13% من قيمة الإنتاج الصناعي. ولكن للأسف مساهمة الصناعات الصغيرة في التصدير لم تتجاوز 4%، ونصيبها، نصيب الصناعات الصغيرة من التمويل المصرفي لا يتجاوز 6% من إجمالي التمويل في مصر. كان لابد من دراسة التحديات التي يمكن من خلالها أن نرتقي بطموحاتنا في رفع اقتصاديات القومي التنافسية، وفي نفس الوقت بنتحدث على كيفية انتشار هذه الصناعات كلها في ربوع مصر الجغرافية كلها. رصدنا الحقيقة نوعين من المشاكل أو من التحديات. النوع الأول خاص بالتحديات التمويلية، والتحديات الثاني خاصة بالتحديات الغير تمويلية. التحديات التمويلية تكلمنا عن صعوبة الحصول على التمويل وعدم كفايته، ودور التمويل التأجيري اللي ممكن منها صاحب المنشأة أو المشروع الصغير إنه يأجر آلة أو معدة من شركة تمويل تأجيري، يدفع إيجارها دون عبء رأس مالي عليه في البداية، ثم يمتلكها بعد فترة معينة. محدودية نشاط التخصيم في مصر. 4، عدم تنوع آليات التمويل وخصوصا رأس المال المخاطر. المشروعات الحقيقة والبنوك اللي موجودة، يمكن في عمليات المشروعات الصغيرة مطلوب رأس المال المخاطر اللي ممكن يخاطر في تمويل بعض المشروعات بأساليب المشاركة أو المرابحة أو المتاجرة أو بأساليب أخرى كثيرة. مطلوب الآن رصد هذه الموضوعات ثم توزيع الأدوار على مؤسسات تمويل المختلفة. ضعف فاعلية بورصة النيل للمشروعات الصغيرة، برضو البورصة اللي أنشئت من هيئة استثمار حديثا يمكن أن تقوم بعمل كبير، خصوصا ثقافة التعامل مع البورصة وثقافة التخصص الإنتاجي وثقافة الانتشار في ربوع مصر واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية اللي موجودة من خامات أو قوة بشرية أفضل، ثقافة الجودة وثقافة الإنتاجية، كلها موضوعات الحقيقة للبورصة يمكن من خلال تعاملها أن ترصد كل السلبيات ويمكن أن تقترح العديد من المقترحات. المجموعة الثانية من التحديات هي الخاصة بالتحديات الغير تمويلية. التحديات الغير تمويلية كما تعلمون تحديات تسويقية اللي فيها المنتج الصغير أو صاحب المشروع الصغير ما عندوش معلومات كافية عن السوق، ولا معلومات كافية عن السوق الخارجي، ولا عنده ثقافة الإدارة والكفاءة الإنتاجية وتقييم معايير الإنتاج أو عمليات التسويق نفسها أو عمليات التكامل بين الصناعات المختلفة اللي ممكن تغذي صناعة محددة، أو فكرة التخصص الإنتاجي اللي ممكن تكون في محافظة محددة فيها مجموعة كبيرة من الصناعات اللي تتكامل مع بعضها ثم يتم تبنيها من خلال مشروع أكبر يقوم بتزويدها بالسوق المحلي أو في التصدير للسوق الخارجي. هذه المنظومة كلها في مصر مش موجودة. لكن الحقيقة أنا عايز برضو أقف كثيرا أمام الدور اللي بتقوم به النهاردة وزارة التجارة والصناعة في الإعداد الجيد لكل سلبيات الماضي. بتقوم بأفكار كثيرة جدا وطرحت الحقيقة وكان لها أثار إيجابية لخلق هذه المنظومة الجديدة، للانتشار الجغرافي، لتشجيع صعيد مصر في دخوله في الصناعات ممكن تكون تكاملية، في تبني دفع تكاليف المعارض الخارجية في المعارض النوعية المتخصصة في الخارج، بتمول برامج تحديث الصناعة،
هذه المشروعات في الخارج اللي منها بتعرف المنتج المصري هو فين من المنتج العالمي، هل هو شايف ان منتجه منافس على المستوى او على الصعيد الدولي، ولا هو محتاج الى عمليات تحسين سواء كان في الجودة او في تقييم الانتاجية او في دراسة الازواج وانماط الاستهلاك للسوق الخارجي. الحقيقة شفنا تحديات خاصة بالنواحي الاجرائية، نواحي الاجرائية الخاصة بالتراخيص وتكاليف التراخيص ووقت التراخيص، ولازم ان الاوان ان المستثمر في مصر سواء كان صغير او متوسط او كبير انه يتعامل مع جهة واحدة بس، وهذا الموضوع الحقيقة مطلب حيوي كبير جدا، لانه تشتت المستثمر في تعاملاته مع اكثر من جهة ومع اكثر من مكان بيشتت جهده ووقته وتكاليفه، وانا اعتقد انه مطلب حيوي تفعيل هذا المقترح اللي احنا الحقيقه بنتكلم فيه بقالنا فتره كبيره. الاراضي والاماكن الصناعيه المعده لعمليات الصناعه لخلق مشروعات صغيره، هذه المشروعات الصغيره اللي احنا بنتكلم عليها تتوطن في محافظات، عاوزين نشوف محافظات بس تتمتع كل محافظه بتتغنى بقضيه التخصص الانتاجي فيها. بنتكلم على مشروعات بعينها، ومن خلال هذه المشروعات يمكن ان تتكامل ويمكن ان تستثمر فيها النواحي الانتاجيه بصفه افضل. الازمه الماليه العالميه في مصر ازمه تاثر بها قطاع التصدير وتاثر بها قطاع السياحه والعماله الحقيقه، وقصه البطاله في مصر بتحدي كبير جدا، لانه المفروض ان احنا بنتزايد مع العماله. انا الحقيقه رصدنا وبناء عليه سياده الرئيس اللجنه وصلت لحوالي 50 مقترح موجودين على حضراتكم خاصه بتشجيع هذه الصناعات او تمويل هذه الصناعات او رفع كفاءه القدره التنافسيه لهذه الصناعات، موجوده عند حضراتكم سواء كان بخلق فكر جديد لصوت جديد يمثل هذه الصناعات مع بعضها او من الناحيه التمويليه. وعندكم الحقيقه انا مش عاوز اطيل عشان في عندكم 50 مقترح موجودين ممكن نناقشهم، وانا متاكد ان حضراتكم درستوا هذه الدراسه المستفيضه، وانا يعني ارجو الموافقه على التقرير، وشكرا سياده الرئيس. شكرا.